احنا لو عدنا بالحديث مؤخرا نجد ان في الفترة الأخيرة مع نهاية شهر يونيو كان في هدوء في عمليات التداول، كان في خروج لبعض المستثمرين لاتخاذ مراكز مالية جديدة بعد انتهاء الربع الثاني، أو بمعنى أصح النصف الأول من العام، بعد ماراثون طويل من المكاسب على كلا السوقين سواء سوق دبي أو سوق أبو ظبي. بعد الأسبوع الأول ما انتهى من شهر يوليو واضح جليا ارتفاع أحجام وقيم التداولات وعودة النشاط مرة أخرى للأسواق مع التوقعات الإيجابية بالنسبة لنتائج الشركات التي كما ذكرت هي الوقود الحقيقي لارتفاع قيم وأحجام التداولات في الفترة القادمة. كذلك وجدنا عودة أسهم قيادية إلى مستويات الأسعار التي كانت على سابقتها في نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيو، وهو كان ذروة الارتفاعات لدينا. أحجام وقيم التداولات كانت في بعض الأسهم عليها انتقائية واضحة، سهم دبي للاستثمار، وبعد كثير من الأخبار الإيجابية التي أحاطت بالسهم في الفترة الماضية أو في الأسبوع الماضي على الأخص من توقعات بنتائج إيجابية خلال الربع الثاني، وكذلك تعديل التصنيف الائتماني من خلال وكالة ستاندرد بورد، تعديل التصنيف الائتماني للدي أي سي، وإعلان الشركة بالأمس عن نيتها إصدار سكوك بقيمة 1.1 مليار درهم، وكذلك التخارج من شركة في خلال الربع الثالث واستخدام باقي المبلغ في الاستثمارات. كل هذا أدى إلى تدافع المستثمرين للدخول على السهم. نرى السهم ارتفع كما حدث في الطفرة الأولى بالضبط، عندما ارتفع السهم من 95 فلس إلى درهم 24، نجد أنه بدأ الارتفاعات من منذ الأسبوع الماضي. هو ربما كان هذه أول سهم. وإل هذه كلها عوامل إيجابية وبوادر إيجابية، نعم، لعودة أسواق الإمارات إلى الأساسيات، أو عودة السوق المالية إلى أساسياته، نعم، وليس الاعتماد فقط على الجانب المضاربي وتحرك ضمن هوامش الضيق.